كورونا فيروس من زاوية أخرى في العراق في دائرة الخطر. وفيات كورونا في العراق وآخر التحديات الصحية بعد أن تخطى العراق حاجز 5000 مصاب يومياً. أما الوفيات الإجمالية 7000 حالة. سيناريو كورونا أشغل العالم لعدم توفر العلاجات واللقاحات حتى هذه اللحظة، لكن هناك بروتوكولات علاجية تستخدم أثارت لدى المختصين إشكالية، منهم من يشكك ومنهم من يتهم، غير الأصوات التي خرجت تتحدث عن الأخطاء الطبية خاصة في العراق عبر ممارسة طرق علاج لمرضى كورونا. أهم الظواهر التي زرعت الشك لدى العراقيين ظاهرة الدكتور حامد اللامي والدكتور ماجد العاني عبر طروحات مثيرة للجدل جعلت الرأي العام العراقي أمام حيرة كبيرة، مرة خوف من انتشار الوباء وتارة في طرق العلاج في المستشفيات الحكومية في دائرة الخطر. لهذه الساعة الدكتور ماجد العاني المختص بحسب قوله في المناعة ومرض كورونا.